احنا بنلاقي عقبات، اولا مستوى الفهم، ثانيا مستوى الاستيعاب، لكن مع مرور الوقت بدا استيعاب محو الاميه يبقى احلى بكتير جدا من طلبه المدارس، واصبحنا تقريبا نحصل على نتائج مؤكده وشهادات معتمده. كلنا تقريبا بدانا بعد بمحو الاميه، دخلنا اعدادي وفي ناس دخلت ثانوي وناس كملت للجامعه. انكل ونسي معلمنا كده حاجه حلوه قوي، ان احنا روح واحده ويد واحده، وكمان بنعمل حاجه اسمها اغابي مع بعض وبنقعد مع بعض كلنا تمام التمام. وطبعا احنا بنقول للناس اللي هي مش بتاخد محو اميه وما اتعلمتش القراءه والكتابه، يا ريت تيجي وتشرفنا هنا عشان تدرس معانا محو الاميه، سواء كان سنها صغير او سنها كبير مش هيفرق معانا السن. اللي هيفرق معانا ان كل الناس تتعلم، تعرف تقرا الانجيل، تعرف تقرا الاجبيه، تعرف تصلي ورا ابونا، تعرف تشوف مثلا المكتوب على الشاشه في الكنيسه ايه، تعرف تشوف الخلاجي فيه ايه، تعرف حاجات كتيره قوي. وهنا بنتعلموا كل حاجه، لغه عربيه، علوم، رياضه، انجليزي، كل المواد تقريبا بتدرس هنا. اي جمله في اللغه العربيه بتتكون من 3 حاجات: اسم، فعل، حرف. اسم، فعل، حرف. بكده احنا هنعرف نكون اي جملة اذا كانت اسمية او فعلية. قلنا قبل كده ان الجملة الاسمية بتتكون من حاجتين: مبتدأ وخبر. بنبتدي معاهم النحو من اللغة العربية من مبادئه، زي ما بيقولوا ألف ت. فالنهاردة درس نحو، ويعني بنحاول نبسط النحو علشان يقدروا يستقبلوه، لأن طبعاً هم دايماً بيبقوا منازل، وبنعدهم للمرحلة بتاعة تالتة إعدادي، إعداد جيد. ما كنتش أعرف أي حاجة عن كلمة محو أمية، فكان دايماً أنكي بيكلمني يقول لي تعالي تعالي، أقول له أنا معرفش معرفش معرفش، وفي الآخر رحت جيت. فابتديت، لقيت ربنا مديني نعمة حلوة قوي إن أنا أشرح للبنات والبنات يستقبلوا الشرح بحب، لأن أنا كنت بديهم الحب الأول. قبل ما أشرح أي حاجة لازم أديهم الحب الأول، زي أي عمل في الدنيا إن ما كانش فيه حب مش هيبقى ينجح أبدا. فكنا نيجي نبتدي بأبانا الذي أو صلاة صغننة، وبعدين نبتدي الشرح. كنت ساعات بوصف لهم في القصص والقراءة والنصوص أمثلة بجيبها من البيت، ممكن أجيبها من الإنجيل. وفي النحو برضو يعني أنا حسيت إن ربنا بيحبني جدا، لأنه خلاني أبقى أشرح نحو. دي كانت بالنسبة لي أنا عن نفسي دي معجزة، أنا موظفة عادية جدا أشرح عربي وكمان أشرح نحو والبنات يبقوا مبسوطين، يعني دي كانت حاجة كبيرة قوي بالنسبة لي، وشكرت عليها ربنا كتير قوي. أنكل هو اللي إداني الثقة إن أنا أبقى مدرسة. شرحت الإعدادي وشرحت الثانوي، والبنات الحلوين دول اللي خرجوا وبيقف معاهم، في اللي فتح مصنع وفي اللي اشتغلوا عادي، فكل ده حاجة حلوة بتفرح، بتخلي الواحد يحس ان ربنا حطه في مكان علشان يثمر بجد. فالثمار دي بتبقى حاجة غير عادية بالنسبة للإنسان البسيط العادي، انه شايفها قدامه حلوة وبتتحرك. عندي كمان من المجموعة الجديدة دي ست، أنا بتمنى بجد بجد يعلم ربنا أبني لها تمثال. الست دي بتشتغل من الصبح لغاية الساعة 7-8 بالليل، متجوزة، تروح تشوف شغل بيتها، وكمان متجوزها ولدين من ولادها، وبتراعي بيتها وبيت ولادها، ومع ذلك نجحت وخلصت دبلوم. ونفسنا احنا انا وانكل انسي نفسنا انها تدخل معهد. عندنا ام لاربع اولاد، بنتين وولدين، نجحت ودخلت معهد عالي. فدي حاجه من محو اميه لمعهد عالي، دي حاجه حلوه جدا جدا جدا. اكيد هم فرحانين وعيالهم كمان اولادهم فرحانين جدا بيهم. يمكن اللي اتعلموا من صغرهم الموضوع بالنسبة لهم شيء عادي لأنهم ما تحرموش منه، لكن يا ترى اللي قضوا فترة من عمرهم من غير تعليم
كانوا قد إيه شغوفين بأنهم يتعلموا وإزاي التعليم فرق في حياتهم. دخلت التعليم عادي وكنت اتخرجت طلعت من تالتة اعدادي، بس بعد كده بقى ما كنتش يعني حاطه التعليم في دماغي، او يعني ما كنتش حابه ان انا اتعلم يعني ولا احفظ ولا اوجع دماغي من الاخر. فسبت المدرسه وطلعت منها، وبعد كده بقى في حياتي يعني العمليه، وكنت كل ما اخرج او يعني انزل قبل حد بتاعي يسالني انت معاكي تعليم ايه وكده، فكنت بقول لهم من طالعه من ثالثه اعدادي، وساعات كنت بتضايق يعني ان انا بقول كده ان انا ما كملتش، يعني اني شايفه اللي حواليا مكملين تعليمهم. بس بعد كده نزلت واشتغلت ولقيت 5 سنين ضاعوا من عمري ما بعملش اي حاجه فيهم، وعايشه حياه يعني ملهاش اي معنى. قررت ان انا انزل لا اكمل تعليمي وكده، فنزلت سالت في الكنيسه وكده. الصراحه ما لقيتش حد يعني ما حاطط اعلان ولا اي حاجه. المهم كبرت دماغي من الموضوع فكملت شغلي. بعد كده لقيت واحده معانا في الشركه فقالت لي انكل انسي عامل فاتح فرع وبيعلم فيه المحو الأمية وبيقبل الطلبة وكده، عادي ممكن تيجي وتشوفيه هيقولك ايه، يعني تحكي له وتشوفيه هيقولك ايه. قلت لها تمام. طبعا انا ما صدقت، مسكت في الفرصة يعني وما كبرتش، لان انا كنت عايزة بجد ارجع اكمل. جيت لانكل انسي الصراحة في الفرع ورحب بيا وشجعني وقال لي تمام تعالي واحضري وشوفي الدنيا فيها ايه. وفعلا نزلت الفرع وكملت يعني حضرت معاهم، ورحت بعد كده قدمنا في ثالثه اعدادي وبدات ثالثه اعدادي من الاول، والحمد لله امتحنت ونجحت ودخلت على ثانوي على طول. ومن ثانوي اتخرجت طبعا ثالثه ثانوي تجاري، وبعد كده دخلت معهد، والتعليم فرق معايا 180 درجة، لاني نزلت وتعلمت واشتغلت وبقيت يعني واثقة من نفسي وما بقيتش اخاف. فالتعليم مهم يعني في حياة الانسان. احب اقدم نفسي ان انا اتعلمت ازاي المحو الامية. فانا اتعلمت محو الامية على اساس السمع كان بيقل عشان الموبايلات، فواحد أنكل أنسي علمني المحبة وعلمني القراية بالعافية من أول حرف واحد لحد ألف ب. فقال لي كده لازم تجمعي نفسك وتشجعي نفسك وتفكري أنت هتعملي إيه قبل ما تخش الامتحان. فأنا كنت خايفة من الامتحان قوي، فالامتحان ده كان حاسة إن هو صعب، فحبيت إن أنا أشجع نفسي وقمت وفكرت كويس، فبص كده لقيت السمع بيقل بيقل بيقل. لا ما هو مش هينفع كده، طب اقعد افكر اقعد مش هفكر، طب اعمل ايه؟ طيب انا عايزه اتعلم باي شكل. فانكو مسك فيا، انكو انسي مسك فيا قوي في الشجاعه بتاعته، قال لي لازم تمسكي الورقه والقلم، لازم تشجعي نفسك عشان بعد كده محدش يقعد معاكي. فعلا اتعلمت امتك واحد اتنين من اول واحد اتنين لحد قلب بال حتى ما دخلت معهم الميه معايا. فالموبايل بقى كنتش عارفه فيه قوي يعني، فابتديت مع نفسي فانكو وانت بقوله، بيقول لي لازم تشجعي نفسك، فما كانش عايز يقف معايا باي حاجه، خلوته يقف معايا بالعافيه على اساس السمع. لما قل بقى ابتديت اتعلم على الموبايل حاجات كتير جدا، اتعلمت على الموبايل وتعلمت حبه من الانجليزي وتعلمت كل حاجه من البركه في الانكو وانتي، وبشكره جدا 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 في المعامله وفي المحبه وفي السعاده وفي كل حاجه عملها معايا صح. انا كنت طالبه هنا مع انكو وانتي، جيت اتعلمت معايا محو اميه وبدات معايا انا من اوائل الناس اللي اتعلمت مع انكو وانتي. درست محو اميه واعدادي
واخدت دبلوم تجاره، وبعد كده كملت مشواري معاه يعني ما قطعتش. وبعدين حبيت ان انا اتعلم اكتر من حاجه، فقدمت على تمريض واخدت شهاده تمريض، وبشتغل دلوقتي في مستشفى. وكمان درست ICDL كمبيوتر، ودرست انجليزي، وكل ما بلاقي فرصه لاي دراسه مختلفه، يعني مش حابه ان انا كنت اخد شهاده بس وتبقى دي شهادتي وتخرجت مثلا معايا بكالوريوس وكده، لا كنت حابه ان انا اتعلم اكتر من حاجه. وكمان اللي انا اتعلمته نفعني في مجالي، لان انا اصلا بدرس بشتغل بزنس وومن يعني في اجهزه، فتعلمت منه التجاره، يعني بقى عندي مشروع كمان من خلال تعليمي هنا. يعني فرقت معايا كتير في حياتي العمليه، ان انا دلوقتي بقيت بعرف اسافر مثلا بره، بعرف اتعامل في السوق، بعرف في التجاره، يعني بتعلم حاجات كتير جدا. التعليم فرق معايا طبعا، لان انا ما كنتش بعرف اعمل اي حاجه من الحاجات دي، وفرق معايا انا كبني ادم باحساسي ان انا كبني ادمه لازم ابقى فاهمه الدنيا من حواليا ماشيه ازاي. هو الدافع كله كان من عند انكل انسي، يعني هو اللي كان دايما بيشجعني. لما كنت اقول له انا بفكر ادرس ICDL يقول لي اوكي تمام يلا، عايز ادرس تمريض تمام يلا. دلوقتي عندي معرض يخصني يعني البيزنس بتاعي، وبشتغل كمان في مستشفى، وتقريبا دي حياتي العمليه. وعلى طول اول ما خلصت هنا الدبلوم نزلت خدمت مع انكل انسي، وبعلم الطلبه الف ب، يعني ببدايه محو امي. معامله الناس طبعا اختلفت مع، يعني لما حد بيبقى متعلم بيعرف يتعامل وبيعرف يتكلم اكيد المعامله بتفرق معاه، لكن لو انا مش بعرف اتكلم ممكن ابقى مصدر سخريه لاي حد قاعد انه يتكلم عني او يتريق عليا. وفادني التعليم ان انا ما حدش، يعني بعرف اتعامل مع الناس اللي قدامي كويس، بعرف احاور اللي قدامي، بعرف شويه يعني ان انا انسق الحديث اللي قدامي مع اللي قدامي. واستفدت طبعا حاجات كتير في التعليم، واشتغلت على نفسي بنفسي وبتشجيع انكل انسي، ولحد ما وصلت اللي انا فيه. ودي مش النهايه كمان، يعني انا حابه كمان ادرس لو قدامي اي حاجه تانية بدرس، كل ما بيجي مجال الدراسه قدامي بدرس. هي البدايه بس، ان انت ابدا بنفسك وهتكمل، هتلاقي نفسك حابب تكمل. بقدم دعوه لكل الناس اللي ما اتعلمتش، وبقول لهم بناء على تجربه شخصيه بجد التعليم هيفرق معاكم كتير في حياتكم، هتتعلموا كل حاجه، عقلكم هيستوعب اشياء ما تتخيلوهاش، لان البني ادم وهو مش متعلم بيبقى حقيقي فعلا جاهل بمعنى الكلمه، جاهل كل شيء من حوله. لكن لما بيتعلم مخه بيوسع، بيشوف الدنيا من حواليه مختلفه، وبيفرق معاه في حياته في كل ظروف حياته، شخصيه وعمليه واجتماعيه وفي كل تفاصيل حياته. كان معايا شهادات محو أمية واخدها من البلد، لان في الصعيد عندنا كانش فيه بنات بتخش تتعلم وكده، كان بيقول ممنوع عشان خاطر التقاليد بتاعت البلد وكده. بعد كده خدت الشهاده وقعدت في البيت، واتجوزت، جيت اتجوزت هنا في مصر. فقعدت بعد الجواز دورت على كذا حاجه ان انا اكمل تعليمي وكده، قعدت 11 سنه من بعد ما اتجوزت ما عرفتش اوصل لاي حاجه ان انا اكمل تعليمي وكده. فسالت حد معايا فقال لي ده في فرع فتحه في انكل انسي هنا بيعلم في شارع الكنيسه. جيت سالت لغايه ما وصلت، جيت له ورحب بيا وقال لي تمام تمشي معايا تقدم ورقي الاعدادي. ودخلت اولى اعدادي من هنا من الفرع، بدات اولى اعدادي وخدت الاعدادي من هنا. بعد كده دخلت ثانوي تجاري برضو كملت من وانا في الفرع. يعني مرت عليا ظروف صعبه ومعايا اولادي في البيت وكده، كنت بباشر معاهم في البيت وهنا. بعد كده خدت شهاده التجاره دبلوم تجاره، وقدمنا في معهد عالي للعلوم الاداريه، وده بدانا سنه اولى السنه دي. رغم ان انا كنت بتعلم كنت ماشي مع اولادي برضو وبرجع لهم بذاكر لهم، بس بصراحه بجد التعليم فرق معايا في حاجات ما كنتش الاول بعرف اشرحها لهم، دلوقتي في حاجات كتيره بعرف اشرحها لهم. اي حاجه اولادي بيطلبوها مني بساعدهم، ما قصرتش مع نفسي ولا مع اولادي، كنت بحاول اوفق مع اولادي اولا، وفي نفس الوقت كان ربنا بيقف معايا، وكنت بعدي برضو من صعوبات كتيره. انا دلوقتي فرحانه قوي ان ماما اتعلمت يعني وكده، عشان هي كانت
في الاول ما بتعرفش تشرح لي، في حاجات ما كانتش بتعرف تشرحها لي، لكن دلوقتي بعد ما اتعلمت بتعرف تشرح لي حاجات كتير قوي، يعني انا فرحانه قوي ان هي اتعلمت وعايزاها تكمل. ماما فرقت معايا حاجات كتير طبعا بقى قبل ما تتعلم، قبل ما تتعلم هي احتمال ما كانتش تعرف يعني تقول تعمل حوار حلو، بس بعد ما اتعلمت بقت تعرف تعمل حوار حلو، بقت اي ما تخش حوار تعرف تخلصه، تعرف تعمل يعني حوار حلو بمناقشتها، ان هي بقت عندها خبره دلوقتي وعندها خبره في التعليم. طبعا دلوقتي بقيت لما اقعد مع اصحابي انا عارف ان ماما متعلمه واتعلمت، مش زي اي ام تانيه اللي هي ماما ما اتعلمتش، ماما اتعلمت دلوقتي وبقت فخوره بيها دلوقتي مش زي الاول. فرقت معايا جدا لما اتعلمت، بقيت اقعد مع العيال دلوقتي واذاكر لهم. انا معايا 3 ولاد، معايا ولدين وبنت وكلهم في مراحل مختلفه، فانا دلوقتي فرقت معايا كتير ان انا بقعد معاهم بساعدهم وبذاكر لهم. وفرقت معايا اكتر لما هي دخلت نفس المجال اللي انا خرجت منه ثانوي تجاري، فانا بقيت اقعد معاها واساعدها. في الاول انا كنت مكسوفه من ماما ان هي كانت بتكمل، بس دلوقتي انا بقيت فخوره بيها جدا وبتقف معايا يعني في المذاكره وكده، بقت تساعدني خصوصا ان انا داخله تجاره زيها مش ببقى فاهمه حاجه يعني هي بتفهمهاني بس، وهي يعني كانت بتشجعني لما كنا بنكمل مع بعض، كانت بتشجعني ان احنا نذاكر مع بعض، وهي ما كانتش فاهمه حاجه كنت بفهمها لها وهي كانت برده كانت بتفهمني. معايا ابني الكبير في ثالثه ثانوي عام، ومعايا ابني في سنه سته، ومعايا مهرين في اولى تجاره، وانا معايا اولادي بساعدهم وبسمع الابن الكبير اللي في ثانوي عام وبساعد اولادي لو احتاجوا اي حاجه انا بشرحها لهم. ما كنتش عايزه اكمل تعليم خالص، وكنت مش عايزه ابدا اي حاجه خالص، فجيت اتعرفت وبدات ادرس وتعلمت وهو ذاكرت ونجحت وخلاص، بس اخر ثالثه ثانوي كان معايا نونا بقى مع اقعد معاه في البيت. اولا انا ما كنتش اعرف بحاجه اسمها منازل اساسا، عجبتني فكره المنازل ان انا اكمل اعدادي كده، وكانت البدايه اصلا انكل اونسي. بعدها بعد ما اتعلمت وخلصت وكده حبيت ان انا بقى اعلم وكده، عجبتني فكره ان انا اعلم الناس. وبعدها برضه دخلت في كورال وبدات ادخل في اعداد خدام، ففكره التعليم دي حاجه حلوه قوي وبتخليك تدخل في كذا حاجه. بشكر تاني سي تي في على انها تظهر النماذج دي وتخلي ناس كتيره قوي تحس ان الموضوع سهل مهما كان في صعوبات، سواء على مستوى المدرسين، على مستوى الطلبه، على مستوى اسرهم، على مستوى انه الامكانيات الماديه هتقف عائق، لا ما بتقفش عائق خالص، لكن هتلاقوا نتائج حلوه جدا. وانا بشكر ربنا وبشكر قناه سي تي في على انها هتنقل الرساله دي اعتقد لكل الناس. شكر جدا.